مشاهدي ومتابعي قناة كرة لوكر من جميع أنحاء العالم، خبرنا النهاردة عن نادي الأنوار، نادي الأنوار الرياضي السعودي. هو أحد أندية الدرجة الثالثة بحوطة بني تميم بالسعودية، واللقب لقب النادي الوردي والألوان الوردي والأخضر، أساس عام 1973 ميلاديا. الملعب حوطة بني تميم بالسعودية، الدوري دوري الدرجة الثالثة السعودي، المالك الهيئة العامة للرياضة، الألقاب والأوسمة الدولية لا شيء أو لا شيء من الألقاب والأوسمة الدولية. الموسم الحالي لأول مرة في التاريخ تأهل نادي الأنوار إلى دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل 2019-2020. تأهل نادي الأنوار للدرجة الثانية بعد فوزه على شقيقه نادي طويق من محافظة الزلفة، ويعد التأهل الأول للنادي. بشكركم أعزائي المشاهدين، وأتمنى دايما أن تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد وحصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.